إلى أن قط واحد من الموت الآن. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها، أي النفس واحدة بس، ومن أحياها فكأنما، وإذا قال الله كأنما أي ورب إنه يعني اللي يقوله سبحانه، فكأنما أحيا الناس. كم الناس؟ 20,000، 5 مليار الناس من عهد آدم لين آخر واحد يموت، يجي يوم القيامة، يعني كم مات من واحد إلى اليوم من الأخواننا؟ والله سنسأل عنهم، أقسم بالله، من لم يتحرك ولا بدعاء ولا بصدقة ولا بشيء، والله سيسأل عنهم. هؤلاء اللي ماتوا، طيب اللي بيحيون الآن بعد توفيق الله بصدقة من؟ سيحسن لنفسه ويتصدق، والله العظيم ما بيركع ركعة هذا الذي أحياها الله بسببي وسببك، ما يركع ركعة إلا ولك مثلها، ما يقرأ صورة إلا مثلكم لكم مثلها، يتزوج فلكم مثل أجره، يجيب عيال يصلون ألين تنقطع الدنيا. والله سبحانه وتعالى أعلم، قال فكأنما أحيا الناس جميعا. تخيل يا أخي ريال، ثم تجي يوم القيامة تلقى في صحائفك صحيفة مليانة، إيش منه هذا؟ هذا واحد كان بيموت في الصومال، وبعدها الحملة أنت تحرك إيمانك ودفعتها له، فعاش هذا الرجل وصلى وزكى وصام وحج وصوى، وكلها في ميزانك. واحد ثاني في الصومال، واحد ثالث، اضربها في عدد مليارات الناس، لأن الله لا يكذب. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، إذا قال لك بس النية اللي بتتصدق فيها، تصدق وأنت الفقير، تصدق وأنت تعلم أنك فقير.